الحين انا منزله فيديو اقول انا مصابه بالفيروس كورونا, واحد كاتب كومنت وين كله فراطم يا اخي حس شوي ما اقدر اتخيل. كل الناس اللي قالت لي ألف الحمد لله على سلامة قبل لا يقولون أي كلمة ثانية, شكرا لكم من القلب. وأنا ما فيني أي شيء الحمد لله, حتى يعني أدوية ما عطوني, ما عندي شيء, لا سخونة لا بلاعيم لا فلو ولا شيء يعني. ف إن شاء الله كم يوم وأرجع البيت.